وصباح الخير على حضراتكم في يوم جديد 5 يونيو النهارده، وهو اليوم العالمي للبيئه. اليوم ده لتسليط الضوء على كل شيء متعلق بحمايه البيئه وتوعيه الناس وتوعيه الشركات وتوعيه كل المجتمعات للمحافظه على البيئه. واحنا بنتكلم عن المحافظه عن البيئه والتغيرات المناخيه والتحديات اللي بتواجه العالم كله، مصر ليها دور كبير في التوعيه بقضايا البيئه والتغيرات المناخيه. مثلا قمه المناخ اللي مصر استضافتها كوب 27 اللي متعلقه طبعا بمواجهه التغيرات المناخيه، ودور مصر في الملف ده اصلا دور كبير جدا. تم اعلان مدن خضراء في عدد من المحافظات، وده كان له أساس من رصيد مصر في المحميات الطبيعية اللي وصلت أو اللي عددها حوالي 30 محمية. استقرت وزارة البيئة على تطوير 11 محمية منها، وبدأت بشرم الشيخ أو مبادرة جرين شرم لتحويل كل شيء في شرم الشيخ إلى أشياء أو إن هي تكون مدينة صديقة للبيئة. عندنا كمان مدينة الخارجة في الوادي الجديد، أول مدينة خضراء في مصر، وفي مشروعات تانية كتير مصر بتشتغل عليها وبيعظم من مش بس المحافظة على البيئة لكن كمان نوع من السياحة، وهي السياحة البيئية في مصر، لأنه عندنا كتير من الأماكن السياحية في مصر بتندرج تحت السياحة البيئية، وده بيأكد فعلا أن مصر جميلة، وده اللي بنتكلم عنه بشكل يومي. بنتناول مع حضراتكم بنلف في مصر وبنشوف قد إيه مصر جميلة، أنواع السياحة المختلفة، السياحة الشاطئية والسياحة البيئية، وطبعا سياحة الآثار كلها بتقول قد إيه مصر جميلة. وبمناسبة بقى مصر الجميلة، بفكر حضراتكم ان احنا امبارح اتكلمنا في نفس القصة دي، يمكن جت صدفة بس امبارح اتكلمنا في نفس الموضوع ده، وقد ايه مصر جميلة وغنية بالاماكن الطبيعية. يمكن اتكلمنا في وادي حيتان، الوادي اللي فيه يعني اكتر من 400 حفرية طبيعية عمرها 40 مليون سنة. يعني احنا عندنا مش بس بنحافظ على الطبيعة، لكن عندنا الموضوع مرتبط بالآثار، مرتبط بالبيئة، ومرتبط بالطبيعة، ومرتبط بالسياحة البيئية. الواحات عندنا يعني كلها، سواء كنا بنتكلم بقى في الفرافرة ولا في الدخلة ولا في الخارجة ولا في سيوة، والواحات البحرية بالتأكيد، كلها مدن غنية جدا 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 بالأماكن المهمة جدا بيئيا. مرسى علم، راس محمد، النبأ، شرم الشيخ، بعض الأماكن في الغردقة، يعني سان كاترين في جنوب سيناء، يعني مجموعة من الأماكن كلها سياحية من الدرجة الأولى، بعدها سياحي ديني، بعدها سياحي بيئي، بعدها سياحي شاطئي، يعني بيئة سياحية متكاملة، وكلنا وعندنا الحفاظ كمان على العديد من مثلا زي امبارح ما كنا برضو بنتكلم على الكائنات اللي ممكن تكون معرضة للانقراض. كنا بنتكلم على الغزال الأبيض، كنا بنتكلم على الغزال المصري، كنا بنتكلم على بعض الطيور المهاجرة، على بعض أنواع الصقور. بنتكلم كمان زي ما احنا لسه كنا من خلال مرسى علم وراس محمد، الجولات المختلفة في الغطس ورحلات السفاري ومراقبة الحيوانات والطيور والتصوير، كلها أنشطة سياحية لكنها مرتبطة بالبيئة بشكل كبير جدا جدا. عشان كده احنا دايما في مصر لنا يعني باع طويل جدا، ونشوف جهود الدولة بالتأكيد ان هو التحول بقى، وطبعا حضراتكم معانا وبتتابعوا بشكل كبير جدا التحول الى الطاقة نظيفة في كل المجالات، الطاقة الشمسية، طاقة الرياح، والتحول للغاز الطبيعي وغيرها من الأنشطة، وكمان المشروعات المرتبطة بالنيتروجين الأخضر، إن إحنا إن شاء الله هتكون مركز إقليمي لهذه الصناعات، وكلها برضو مرة تانية مرتبطة بنفس الموضوع وهو جهود مصر في هذا المجال. مش عايزين نطول عليكم أكتر من كده، لكن خلي بالكم من بيئتكم، خليكم دايماً